وطبعا هذه المدينه الجديده راه غنيه على التعريف. علاش؟ حيت هما اللي فيها اغلب ديال لي بروجي اللي غادي يعدلوا في مدينه طنجه. دونك هذه الفيلا اللي جابت لكم الشركه اليوم ماشي اي فيلا. علاش؟ حيت هي فيلا دو لوكس. الاصلاحات اللي فيها راه اصلاحات انيه اللي كيعدلها حاليا ودابا. دونك مع الدخله ديالنا هذه الفيلا كاين هنايا هاد اللعيبه ديال النافوره اللي عاملها هو اللي كتكون نورمالمون مغربيه 100%. هنايا خفاتي كتبين لكم يعني الواجهه الفيلا كيفاش عامله الدخله ديالها من هنايا. نورمالمون هذا هو لاكسي برينسيبال اللي كاين الفيلا. وهنايا كاين جليسه اللي غادي نمشيو نشوفوها، وكاين لابيسين، وكاين الدخله ديال الكوزينه الاولى او نقولوا الاولى رقم جوج. علاش؟ حيت كاين جوج كوزينات، ما كاينش غير كوزينه واحده. دونك الفيلا ديالنا راه كامله معدله بالرخام، كامله اصلاحات، وعاد فيها لابيسين حكم الناس اللي كيبغيو بزاف ديال لابيسين يكون الفيلا تيكون معاهم لابيسين. دونك هاد الفيلا ديالنا راه فيها لابيسين وفيها بزاف ديال المرافق اللي يمكن لكم مثلا تجلسوا فيها، ترتاحوا فيها، تاكلوا فيها، يعني على حسب الذوق ديالكم نتوما شنو بغيتوا تعملوا فيها. دونك هنايا كاين هاد الكليسه اللي جات بغات بيسينا، راه من الاصلاحات اللي كاينه هنايا هو انه رجع فيراندا وغطاها كامله باش كتبقى الاختيار ديالك مثلا في الصيف بغيتي تعريها، سينو بغيتي مثلا تخليها مغطيه الا كانت الشتوى. دونك هو اختار انه يعمل هنايا تفريشه مغربيه 100% ماشي تفريشه عصريه، ولكن ماشي ضروري تقيدوا بهاد الاصلاحات اللي كاينه هنا اولا بهاد التفريشات اللي كاينه هنا، تقدروا تعملوا فيها اللي بغيتوا. من ناحيه ديال الاصلاحات كيف ما قلت لكم راه اصلاحات انيه كيعمل حاليا دابا، دونك يعني ما كنظنش تجبروا شي اصلاحات احسن من هذه. علاش؟ حيت هنايا هو كفى وفى بداكشي كامل اللي غادي تبغيو تلقاوه في الدار ديالكم كاين هنايا. دونك هنا كيف ما شفتوا فاتي صوره لكم لابيسين، نورمالمون هنا كيكون عامر غير هو دابا خاويها حيت فصل الشتاء دخل فيها الدايره كامله بالديوان. قلت لكم بيسين اللي هنايا راه المساحه ديالها فريمون كبيره. نذكر المشاهدين ديالنا هو اللي غيسقسينا واش هاد الفيلا هادي كتبع بالفراش ولا خاويه راه الفيلا كتبع خاويه نهائيا ما فيها حتى شي حاجه، ولكن لي انتريسي بالفراش يقدر يتواصل معنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا طبعا ما غاديينش نبخلوا عليكم تشاوروا مع مول الفيلا ونشوفوا الفراش شحال غادي يقدروا بالثمن، ولا نتوما شحال شنو باغيين يبقى لكم هنايا، شنو باغيين تديو عاد ديك الساعه غادي يتفقوا على الثمن. طبعا كيف ما فاتي صورت لكم هاد الجرده اللي هي حتى هي زايده، تقدروا مثلا تعملوا فيها هنايا كراسة مثلا وطابله، سينو شي كليسه مثلا ديال القصب اللي كتكون في الجردات على حسب الاختيار ديالكم، اولا مثلا تخليوها هيدا. دابا غنهودوا شتيتو شويه في الدريجات. هنايا كاين كوزينه اللي جات سوسول، ولكن محتاجين ندخلوا راه الكوزينه فريمون متهيه يعني كبيره وهو هي صالحه، يعني كاين هنايا لانستالاسيون ديال الغاز في الجهه اخرى. فاتي واخا غير تصور لهم واحد شتيتو، ها فاتي غادي تصور لكم لانستالاسيون ديال الغاز باش تشوفوها. انا نبعث لكم هادشي. نورمالمون هنايا كاين بوطات يعني باش ما كيبقاوش مترشين في وسط الفيلا، ما كيبقاوش شي في كوزينه فيها بوطات والكوزينه الفوقانيه فيها بوطات، يعني وندوز لانستالاسيون ديال الغاز الفيلا كامله. وهنايا غادي نطلعوا شتيتو في الدريجات اللي تاهما فيهم الاضاءه. هنايا كاين الدخله الثانيه ديال الفيلا، يعني راه فيها جوج دخلات، الدخله الاولى كيف ما شفتوها هي اللي كاينه من الجهه ديال النافوره، الدخله الثانيه هي اللي داخلين دابا منها. دونك مع الدخله ديال الفيلا غير باش نشرح لكم الفصاله ديال الفيلا، كاين هنايا كوزينه، كاين هنايا صالونات، صالون الاول، صالون الثاني، وعاد كاين صالون الثالث. دونك كيف ما شفتوها راه مفتوحه على بعضياتها. وما نساوش اهم حاجه هو كاين الحمام البلدي اللي كاين هنايا، وغادي ندخلوا باش نشوفوه. كاين هذا لاصال دو بان الاولى اللي كاينه في هذه الفيلا هذه، انا الا ما فهمت هذه تواليت سيرفيس، يعني راه مصلوحه هي كامله رخام. كما شفتوا راه غير تواليت سيرفيس، وشوفوا الاصلاحات اللي كاينين فيها. ودابا غادي نمشيو نشوفوا الحمام البلدي ديالنا اللي كيحمق عليه كل شيء، وخاصه حنا المغاربه، ماشي كيحمقوا عليه غير المغاربه، راه السكان ديال العالم كامل كيحمقوا على الحمام البلدي. هنايا غادي تشوفوا يعني غير بخفاتي الدخول باش توريكم الحمام البلدي يعني شنو فيه بالضبط. الحمام البلدي راه غني عن التعريف، كنعرفوا بلي كيكون فيه البرمه، كيكون فيه الجلسه فين كيجلس الواحد باش كيتحمم. ودابا غادي ندخلوا باش نشوفوا الكوزينه ديالنا كيفاش عامله من الداخل، الديزاين اللي اعتمد عليه من الداخل، وشنو الاصلاحات اللي عمل هنايا.
غير باش نذكر المشاهدين ديالنا هو الفيلا، لان لما لاحظت راها كامله الرخام الارضيه ديالها كامله الرخام، حتى الدرجات اللي كتطلع فيهم يعني الفوقي ولا الدرجات التحتانيين حتى هما ديال الرخام. دونك انا ما فهمت بان الكوزينه ديالها ما كاينش الباب، كاين الدخلانيش من الصالون ديال الكوزينه. هنايا كاين كوزينه مفتوحه، عامل المرمو ديال الرخام، لي بلاكا كنظن ديال الام دي اف، اختار لعب ما بين جوج ديال لي كولور، ما بين القهوي والبيض، وطبعا حتى الكري. دونك عطاو جماليه للكوزينه ديالنا. بالنسبه للناس اللي انتريسي بالفراشه، فاتي صوراتكم لي مارك اللي كاينين هنا. لما لاحظت كاين لا مارك بوش، اغلبيه كاينين هنا، هذا الفران بوش، لوط بوش، حتى النبيرة ديال جوج البيبان ديال بوش. دونك هو اعتمد على ماركه ديال بوش، حتى البدره دوك قشع كاينه ديال بوش. دونك كناكد على لي مارك اللي كاينين هنا، حيت الناس اللي غادي يشريوها بالفراش دونك كيبغيو يعرفوا شنو الحاجات اللي كاينين هنا اكزاكت. فاطمه خلات لكم حتى شي ماكينه مصوره حتى شي. دونك واش عرفوا المساحه ديال الكوزينه كبيره، عملوا هنايا صالا مونجي، يعني فين يجلس الواحد فين ياكل. دونك بلا ما نزيد نتقل عليكم، بلا ما نزيد نطول في الفيديو، غادي نمشيو مباشره للصالون الاول اللي كاين في هذه الفيلا. هذه الصالون ديالنا كيف ما شفتوا هو اعتمد على هذا النوع ديال الفراش اللي هو عصري. اختار جليسه عصريه بالنسبه لهذا الكوطي هذا، يعني عمل لي فوتوي اللي هما في الزراق، عمل هاد لاطاب اللي كتجي مستفوس الجليسه ديالنا. على ما فهمت هذا هو المطاع اللي كيجلسوا فيه كيبقاو يتفرجوا، وفي الجهه الاخرى كنظن كتبقى للضيف. دونك عندنا في الجهه المقابله صالون اخر، ولكن نص مغربي نص عصري. يعني هادشي اللي عجبني في هاد التيم ديال الفيلا، فيها كلشي مخلط، كاين تيمات مغربيه وكاين تيمات اللي هما عصريه. دونك هاد الصالون جمع بيناتهم بجوج. عرفتي كدي طي لكم شويه وكتوريكم الاطلاله اللي كطل منها لا بيسين. ما هو يعمل الحيط اللي يكون كيسيباري مثلا ما بين الاطلاله اللي كاينه هنايا وفي كاين الفيلا، اختار انه يعمل الزاج باش كيبقى منظر فريمون كيكون منظر رائع رائع، وخاصه في الليل كيكون الضيوان كيكون منظر اغزال. هنايا هذا الصالون الثالث، صالون مغربي 100%، يعني لا من ناحيه ديال الديزاين ديال الكتاره، لا من ناحيه الديزاين ديال الكنبيات، اما من ناحيه الديزاين ديال السقف هنا اعتمد على الخشب اللي هو الارز الخالص، يعني الارز اللي هو الاصلي المغربي ديالنا. شوفوا غير الديزاين اللي معتمد عليه شحال مزيون بزاف، شحال عطى منظر الفيلا غزال غزال بزاف. يعني حتى التيم اللي اختار ما بين الخشب اللي كاين في السقف والخشب اللي كاين في لي طابل، يعني جاو مع بعضياتهم بالمزيان. بالنسبه للبانتور اللي غادي يسقسينا عليها، اختار نوع ديال تدلكت، اختار نوع ديال تدلكت. عرفتي تقلب لكم الكاميرا واحد شتيتو، هذه راه تدلكت، هذه راه ماشي صباغه عاديه، هذه هي اللي كتكون مثلا في الصيفيه كتبرد وفي الشتوى كتسخن، حيت كتجمع الحراره وفي الصيفيه كتجمع البروده. دونك من ناحيه ان ديال الديزاين انا عجبني فريمون، هادشي كامل عجبني، علاش من لي سبوت اضاءه مضويه بالمزيان، خلط ما بين ما هو مغربي ما بين ما هو عصري، وحتى الثمن يعني في المستوى سواء كان بالفراس سواء كانت خاويه، يعني الثمن غزال بالمزيان مقارنه بالموقع، مقارنه بالاصلاحات اللي تعملات في وسط الفيلا. ودابا غادي نخليكم مع فاطمه الزهراء باش تشوفوا الطابق الاول. من بعد ما شفنا السفلي لا بيسين وداكشي كامل اللي شفتوه مع هند، دابا غادي نطلعوا نشوفوا الايطاج الاولاني اللي كيتميز بواحد الشكل خاص هنا هنايا. كيف ما كتشوفوا الطلعه ديال الدروج كامله بالليد ولي سبوت، وعامل باسامانو ديال الزاج، والفوقي خلاه خاص غير البيوتات النعاس، وجوج ديال الطراسات، يعني شي حاجه اللي غادي تعجبكم بالمزيان. هنايا مع طلع الدروج اختار انه يعمل هاد الديكورات ديال الكوبس اللي كيتحطوا فيهم الديكورات، والايطاج هذا راه خلاه مفتوح يعني هاد الجهه كامل بيوتات النعاس، واختار انه يعمل دريسينغ وجوج الحمامات، يعني فرق البيوتات النعاس وكل حاجه عطاها حقها. دابا غادي ندخلو نشوفو البيت النعاس الاولاني اللي هو عملو الشومبغ ديال البنيته. كيف ما كتشوفو راه واسع وكبير تبارك الله وضاوي. هاد لا شومبغ هادي كيف ما شفتو كيبقى فيها هاد الفراش بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشربوها بالفراش، فيها كاما وحده، فيها بيرو، وفيها حتى الكوكيطه ديالها. هاد البيت النعاس هذا راه اختاروا انهم يعملوا الزليج كامل بحال باركي، هذا راه زليج ماشي باركي، كي غير كيعطيكم انطباع انه باركي. واختار انه يعمل ماريو الحيط ديال الخشب، هذا خشب ماشي الومنيوم، ومن الطرف حتى للطرف. هاد لا شومبغ هادي راه عندها لا تيراس الخاصه بها، مولات الدار كانت ناويه انها غادي تزيد هاد التراسه مع البيت باش تكبر، مي
حيت ما كيبقاوش الافكار هما افكار، ما كتبقاش الظروف هي الظروف، فعليها ما عملت والو. طيرة صراحة كبيرة تبارك الله، اختاروا انهم يسقفوها بهاد النوعية هذه ديال الخشب من الطرف حتى للطرف، والزاج عملوا الزاج داك الغليظ اللي كيكون من برا مرايا باش كيبانش الناس من برا، وكيدخل الشميسة وكيدخل الاضاءة لوسط لا تيراس. هاد لا تيراس راه عندها جوج ديال لي زاكسي، اكسي من بيت نعاس الاولاني اللي شفنا، وعاد كاين الاكسي الثاني من بيت نعاس ديال العائل. كما كتشوفوا اختاروا انهم حتى هو يعملوا فيه كاما ديال شخص واحد، البيرو ديالو، وحتى هو فيه الكليما، يعني بيوت النعاس كاملين فيهم الكليم ديالهم، فيهم هاد النوعيه هادي ديال القفص، وعاد فيه الماريو ديال الحيط حتى هو ديال الخشب من الطرف حتى للطرف، يعني المريوات راه كبارين. هاد الفيلا هادي كيف ما قلت لكم هندو، كيف ما شرحت لكم الموقع ديالها بالديتاي، فيها 300 متر، يعني فيها لا بيسين، الجلسه الاولى الطراسه اللي في الخشب، فيها الصالون الاول والثاني والكوزينه ديال لاكاف والكوزينه الثانيه، يعني راه فيها بزاف ارام يكونوا في يجيو في العائله ويجيو لعندكم. هنايا كيف ما كتشوفوا الدروج كامل عملي هاد النوعيه هذه ديال لي سبوت والقبص، يعني ديزاين غزال عملوه، والدار كامله راه الفيلا عفوا كامله راها مصلوحه، وكاع الاصلاحات اللي فيها ديال 2022. هنايا كاين الحمام ديال الايطاج الاولاني، حمام اللي هو واسع وحتى هو مصلوح، اختاروا انهم يعملوا هاد النوعيه هي ديال لافابو بالمرايا ديالو، واختاروا انهم يسيباريو الدوشة مع التواليت، واختاروا انهم يسيباريوها بهاد النوع هذا ديال الزاج، وزلي اختاروا انهم يعملوا هاد النوعيه هذا اللي كيجيب هاد لي كولور هادو، وعملوا جوج ديال الانواع، يعني البيج والجهه المقابله عملوا هاد لي كولور هادو اللي كيعطيو جماليه وكيعطيو واحد الانطباع مزيون في الحمام. الحمام ديالنا راه كبير وواسع، فيه الدوشة الخاصة به، وهذا بحال اللي نقولو خاص بدوك جوج بيوت هاد النعاس اللي شفنا الاولى، علاش؟ حيت كاين بيت نعاس اخر اللي هو سويت كبير، فيه دريسينغ ديالو وفيه الحمام ديالو، بيرو ديالو، فيه كلشي ديالو. يلا ندخلو نكتشفوه. هاد لا شومبر هادي سويت اللي واخدة المساحة الكبيرة من الإيطاج الأولاني، يعني مساحة اللي هي معتبرة كبيرة بزاف، يعني الواحد راه يقدر غير هنايا إذا كان مع الصبرة غير هنايا ما يخرجش وما يمشيش للفيلا نهائيا. كيف ما كتشوفوا فيها كاما دوبل، كاما ديال جوج الناس بلا كومود، لي كومود ديالها نورمالمون تقدروا تعملوا حتى بيرو هنايا، حيت المساحة هنايا كبيرة، تعملوا كانابي أولا بيرو، حيت المساحة هنايا باقي عندكم فين تستغلوها. مختاروا انهم يعملوا ماريو كبير من طرف للطرف، يعني هذا الماريو راه كبير على لي شومبر اخرين، حيت المساحه ديالو كبيره وخدات المساحه ديال الحيط كامله. هاد لا شومبر هادي راه باقي فيها التراسه ودريسينغ والحمام. دابا قبل ما نمشيو نشوفوا التراسه نوريكم الديزاين اللي عملوا في السقوف، اختاروا انهم كامله يعملوها بلي سبوت، ونحيطكم بالذكر بان لي باف كاينين لانستالاسيون ديالهم السقوف كاملين، وكاين حتى الريزيرف ديال الضو، يعني اذا مشات تقطع لكم الضو من الكومبلكس كامل كيبقى لكم نتوما الضو خدام في الفيلا واخا الضو مقطوع. هنايا كيف ما كتشوفوا وعاد هنايا اختاروا يعملوا واحد الاسباس اللي فيه الثلاجه وفيه ماكينه القهوه، يعني اسباس خاص بلا شومبر ديالنا. وعاد عندها تيراسه اللي حتى هي مسقفه بالخشب بحال لي تيغاس اللي شفنا ديال بيوت النعاس، غير ما غاديش نصورها حيت ما عندناش المفتاح ديالها حاليا. وهنا هاد السويت هذا راه عنده الحمام ديالو، ها هي فاتي غادي تدخل تورينا المساحه ديالو اللي حتى هو دو ديوكس، عاملين فيه الزليج، عاملين فيه هاد المرايه هادي بلافابو ديالها، زليج لي 3 دي اللي كيف ما كتشوفوا راه بومبي، يعني فيه جوج شكالات، كاين البيج كيف ما وراتكم، وهاد النوعيه هادي اللي فيها الكري وهاد الزواقه هادي. وحتى هما اختاروا انهم يسيباريو الدوتشا بهاد النوعيه هادي ديال الزاج الالومنيوم، الدوتشا كتبقى لكم لداخل، واختاروا انهم يسيباريو بهاد النوع هذا ديال الزاج باش كيبقى لكم الدوتشا سيباري على الحمام كامل. من بعد ما شفنا الدوتشا ديال هاد لا شومبر هادي، هي الدوتشا خاصه بهاد لا شومبر، غنمشيو نشوفوا دريسينغ اللي حتى هو خاص بهاد لا شومبر الكبيره السويت اللي كاينه في هاد الفيلا اللي كيف ما قلنا لكم جات في المدينه الجديده طنجه. السويت ديالنا لا تسمحوا لي غير نشعل لكم الضوء، الدريسينغ ديالنا اللي اختاروا انهم يعملوه كامل داير بالبلاكارات ديال الخشب
يعني تقدروا تحطوا فيه حوايج ديالكم كيف ما هما عاملين، تقدروا مثلا ترضوا الشومبر اذا بغيتوا تستغناو على دريسينغ بحكم ان عندكم ماريو كبير، على حساب نتوما والاختيار ديالكم. هما اختاروا انهم يعملوا هنايا دي زيتاجير بالعلالق ديالهم وفي الموطه فين تحط الحوايج، وعاد هنا اختاروا انهم يعملوا كانابي. هذه الطاقه هذه راه كتطل على التراسه اللي كيف ما قلنا لكم ما عندناش المفتاح ديالها، وفي هذا الاتجاه اخر اختاروا انهم يعملوا لا كومود خاصه بدريسينغ بمرايه كبيره واحد اللي غادي يقدر انه يستغل هاد الدريسين يعني بالمزيان. نذكركم بالموقع ديال هاد الفيلا، الفيلا جات في المدينه الجديده. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد المدينه الجديده فين جات، راها جات في الدخله ديال طنجه، قريبه لكم كزنايا، قريب لكم المطار، قريب لكم جوج بحوره سيدي قاسم واشقار، يعني قريب لكم هاد المرافق كامله، وفيلا اللي هي في واحد الموقع لي سيكوريزي بالعساسه ديالو بلي كاميرا سيرفيونس، والفيلا راها كامله لي كاميرا سيرفيونس في كل تراسه، كاين كاميرا سيرفيونس على الجرد كاين كاميرا سيرفيونس، يعني موطع اللي هو مأمن بالمزيان. فيلا فيها 300 متر كيف ما شفتوا مع هند، الجردة لا بيسين، هذيك تجلس هاد التراسة لا كاف اللي فيه الكوزينة السفلي اللي فيه الكوزينة الثانية وثلاثة الصالونات، وعاد كاين هاد الإيطاج هذا اللي شفتوا معايا اللي فيه ثلاثة ديال بيوت النعاس، جوج الحمامات وثلاثة ديال التراسات. هاد الفيلا كيف ما قلنا لكم فيها 300 متر، كتباع يا إما بالفراش يا إما خاوية على حساب نتوما شنو غادي تبغيو تشريو فيها، واش تشريوها خاوية أولا تاخدوها بالفراش. تواصلوا معنا وما يكون غير خير إن شاء الله. الثمن ديال هاد الفيلا اللي كيف ما شفتوا عامرة إصلاحات، كلها مصلوحة، حتى شي قط ما غادي تصلحوه، يعني من نهار الأول حتى إذا خديتيها بالفراش من نهار الأول أجي جيب حوايجك ومرحبا بكم في طنجة. هاد الفيلا هادي الثمن ديالها 460 مليون سنتيم بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريوها ويعرفوا الثمن ديالها. الثمن ديالها بالدرهم 4,600,000 درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غادي تبغي تشونجي العمله ديالها. اذا عجبتكم سهله تواصلوا معنا في هاد الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، عطيونا هذا الرقم ريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه وحنا غادي نجيبكم تفيزيتيوها ان شاء الله. عجبكم هادشي اللي كنعملوا وبغيتوا تحطوا لي زابارتمون ديالكم ديروا بالطبقات اولا حتى الفيلات للبيع اولا حتى ديروا بالطبقات تكريو كل ايطاج بوحديته، مرحبا تواصلوا معنا راح كنتكلفوا حتى بلا جيستيون ديال الكرا. واذا كنتي اول مره كتشاهدنا ما تنساش زر ابوني سبسكرايب، عاونونا باللايك باش نعرفوا ان هادشي اللي كنعملوا راه كيعجبكم. وبالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الحصري والجديد راه تخصات تحت الطلب ديالكم لاباج انستغرام، غتلقاو سكرين شوت ديالها هنايا من خلال دوك المقاطع، يمكن لكم تواصلوا معنا اذا بغيتوا تفيزيتيوهم اولا اذا بغيتوا حتى تشوفوا الفيديو كامل. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. عطيونا الطلبات ديالكم، عطيونا الاراء ديالكم، قولوا لنا اللي بغيتوا. هنا نكونوا سالينا العقار اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.